تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اكفلنا وعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد، آمين. تفضلوا استريح. نفتح ودانا كده ونركز عشان نسمع ونفهم ونتعلم حكمة يشوع بن صراخ من فم أبينا الأسقف المقرب الأب مارتيروس. رب تصلوا له ربنا كده يديله صحة زيادة وزيادة يعني، والنعمة أكتر وأكتر يعني. متشكرين وناموسة والآباء كنيسة، كل سنة طيبين ودايما تكونوا بخير وسلام. وإحنا حوالين كلمة ربنا في الإصحاح 25 النص الثاني منه، من الآية 17 للآية 28. هو جاي على المرأة شوية، بس المرأة اللي هي يعني الغريبة اللي ليها خصال ليست إيه جيدة. يقول غاية الألم ألم القلب، وغاية الخبز خبز المرأة، كل ألم ولا ألم القلب، وكل خبز ولا خبز المرأة، وكل نائبة ولا النائبة من المبغضين، وكل انتقام ولا انتقام الأعداء، لا رأس شر من رأس الحية، ولا غضب شر من غضب المرأة. مساكنة الأسد والتنين خير عندي من مساكنة المرأة الخبيثة. خبز المرأة يغير منظرها ويرد وجهها أسود كالمسح، وكل سوء بإزاء سوء المرأة خفيف لتقع قرعة الخاطئ عليها، مثل العقبة الكثيرة الرمل لقدمي الشيخ، مثل المرأة الخبيثة اللسان للرجل الهادئ. لا يعصرك جمال المرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها، غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة المرأة التي تتسلط على رجلها. المرأة الشريرة ذلة للقلب وتقطيب للوجه وألم للفؤاد، التي لا تنشئ سعادة رجلها، إنما هي تراخن لليدين وتخلع وتخلع للركبتين. من المرأة ابتدأت الخطيئة، وبسببها نموت نحن أجمعون. لا تجعل للماء مخرجا ولا للمرأة الشريرة سلطانا، إن لم تسلك طوع يدك تخزيك أمام أعدائك، فاقطعها عن جسدك لئلا تؤذيك على الدوام. عايز أقول يشوع بن صراخ نازل نازلة جامدة قوي على المرأة الغريبة، المرأة الخاطفة لرجل، المرأة المسيئة، المرأة غير الحكيمة. احنا على فكرة كمسيحيين أخذنا الحكمة بالطبيعة، لأن الروح القدس من صفاته هو روح الحكمة. احنا أخذنا الروح القدس في المعمودية، ده حل علينا كزوجين لدرجة ان احنا عملنا جسد واحد. يعني ايه جسد واحد؟ يعني انجاز التعبير يعني عقل واحد، فكر واحد، روح واحدة. فهو هنا بيكلم بقى عن المرأة اللي هي البعيدة عن النعمة، اللي أساسا معرفتش روح الله القدوس، اللي أساسا غريبة وبعيدة وغريبة حتى عن حياة الشركة بتاعتنا، ما هياش مننا، ما هياش مننا، لأن لو كانت مننا على رأي ما بولس الرسول يقول لو كان منا لكان بقي معنا، يعني يبقى معانا، لأنه ليس منا. فنلاقي أن فكرها وتصرفاتها ودماغها ونزعتها ما هيش طبيعية، دي غريبة، لصالح عدو الخير. لكن احنا عاوزين نلقي يعني ضوء على هذه القراءة المقدسة التي للوحي الإلهي، ودي طبعا فيها حاجات ما تمشيش دلوقت،
زي مثلا ايه، زي لما يقول ان المرأة، لما يقول ان المرأة لما نقول لما يقول من المرأة ابتدأت الخطية وبسببها نموت نحن أجمعون، خلاص الموضوع ده ما عادش موجود دلوقتي، لأن نسل المرأة بقى اللي هي الست العذراء مريم وصل فسحق رأس الحي يعني. إنما يشوع بن سراخ بيتكلم عن عهد سابق للعهد الجديد، ده شيء طبيعي يعني. العلماء بيقولوا إن السفر بتاعه كتبه تقريبا سنة 500 وشوية قبل الميلاد، قبل الميلاد، ويقال إن هو كان تلميذ لأرميا النبي يعني، واخد الإيه طريقة التبكيت والبكاء على خطايا الشعب. فالآية دي عايزين بقى نقف قصادها كويس جدا، وأنا بقدمها هدية للباحثين والدارسين في مجال الخطية الأصلية. لما بيقول يشوع بن سراخ من المرأة ابتدأت الخطية وبسببها نموت نحن جميعا، ده الوضع اللي كان قبل مجيء المسيح، وده فعلا. بس ده بيدل على ايه الكلمتين دول؟ على ان احنا فعلا ورثنا الخطية، لان في ناس بتقول ان احنا ما ورثناش الخطية بتاعت ابوينا ادم وحواء، رغم ان في ايات كتيرة، ده معلمنا داود النبي بيقول ايه، وبالخطايا ولدتني امي. ففي ايات كتير سواء في العهد القديم او الجديد بتقول ان احنا ورثنا الخطية، علشان كده محتاجين للمخلص. ولاجل ذلك ربنا وعد بقى ان نسل المرأة هيجي يخلص الانسان من وراثة الخطية اللي جابت ايه معاها؟ الموت، وجابت معاها ايه؟ فساد طبيعتنا البشرية، وجابت ايه معاها كمان؟ ان بعدنا عن الفردوس، حتى طردنا من الفردوس، وربنا يعني جعل ملاكا من الشيروبيم حارس لشجرة الحياة، قال لك لألا يأكل منها، لأن لازم أصل المخلص يجي، لازم المخلص يجي بعد كده نأكل من شجرة الحياة. بعد ما قام المسيح كان تمام الخلاص والفداء، هو تم على عود الصليب بسفك الدم، بس لما قام ده الختم إن هو فعلا خلصنا، فعدنا تاني بقى لشجرة الحياة. ولذلك اللي يتنيح مننا بيوضع في فردوس النعيم، بتبقى روحه بقى مع الملائكة والقديسين في فردوس النعيم، خدتوا بالكم ازاي؟ برضو احنا بنقول يشوع بن سراخ يعني حللنا مشكلة كبيرة في قضية هل الإنسان بيورث خطية آدم وحواء ولا إيه؟ فهو قال هوت إحنا بنموت بسبب ما إن المرأة ورثتنا الخطية وبسببها نموت نحن جميعًا، لأن كل العالم بقى محتاج للإيه؟ للخلاص. علشان كده يقول لك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ولذلك الإيمان بالمخلص ده شيء هام جدا في رجوع الإنسان للفردوس وللملكوت مرة أخرى. هنا يعني بنقول أن كان في واحد اسمه بيلاجيوس، ده كان في أواخر القرن الرابع الميلادي، كان بينادي وبيقول إن الإنسان ما ورثش خطية، ده بيولد حتى طاهر قديس، لأن هو عمل خطية فين؟ وبالتالي لما هو ينكر ورث الخطية يبقى ملوش لازمة إن المسيح يجي لنا، مش ما هو المسيح جاي ليه؟ عشان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يبقى كده
لغى عملية تجسد الله ومجيئه من أجلنا. فطبعا اللي قاوم البنعة دي القديس كيرولو أحد أساقفة أورشليم، غالبا اللي كان بعد القديس كيرولوس الأورشليم بس مش فاكر اسمه، كمان القديس أوغسطينوس، وكمان أساقفة شمال إفريقيا، كان على رأسهم كرسي كارتاجنة اللي هو تونس. دول قاوموا الفكرة دي، وإحنا كمان كإسكندرانيين قاومنا الفكرة دي، لدرجة أن في مجمع أفسس الأول اللي دافع فيه البابا كيرولوس عمود الدين عن أن العذراء مريم هي والدة الإله المتجسد وهي أم الله في ذات الوقت، لدرجة أن في المجمع ده هوت حرموا مين؟ بيلاجيوس وأتباعه، كان من أهم أتباعه شماس، كان جابه معاه من روما، قعد شوية في كارتاجنة تونس نشر الفكر. الآباء انزعجوا قالوا لا، ده فكر بيهدم مجيء المسيح لنا وتجسده، يبقى لازم ان هو يرتدع، بقى يراوغ مش مقتنع، وبالتالي تم حرمه في مجمع أفسس 381. طيب الأول مجمع أفس الأول. القديس أوغسطينوس يعني دافع على أن ما ينفعش نقول أن احنا ما ورثناش الخطايا، ما هو المسيح جالنا ليه زي ما بنقول يعني، عشان يشيل الموت، يطهر طبيعتنا، يقدسنا، يعيد لنا الفردوس، يجعلنا نطعم من شجرة الحياة مرة أخرى. فيجي بقى القديس أوغسطينوس نفسه بقى عمال بقى بيرد على الايه الفكر ده، يقول ايه؟ ان كل من يسأل ما ذنبي في خطية ابي ادم اقول له واي فضل لك في خلاص المسيح. يعني بيقول له طب ايه بقى فضل مجيء المسيح لينا؟ ما هو جاي للسبب ده. اذا كنت انت بتقول انا مولود قديس وما عملتش خطية، وانا ذنبي ايه ان انا اورث خطية غيري؟ اقول لك لا، يبقى المسيح جالنا ليه؟ المسيح ايه جالنا ليه؟ يعني مهم قوي ان احنا برضو يعني نعرف خفايا ايماننا وعقيدتنا كويس كشعب، ده مهم، شيء كويس جدا يعني. لدرجة ان الاباء وعوا للنقطة ديت، فجه القديس باسيليوس لما هو رتب القداس ترتيب بيده هو، وبيقال ان القداس ده هو كان وضعه ماري مرقس عندنا، حتى الليتورجية او القداس ده عندنا، فقالوا ايه بقى في صلاة الصلح؟ نلاقي قدس ابونا يقف على المسبح وايديه عريانة، مفيش ايه منديل، ليه؟ بيمثل آدم الذي تعرى من الخطية أهو، ويقول إيه؟ يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، ده في الأول، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، بس عن طريق إيه؟ المرأة إيه؟ مدت يده وعطت لجوزها، خدوا بالك، بحسد إبليس هدمته، هدمته يعني عمله شيء من الدسترويد او كولابس يعني اتهدم، هدمته بالظهور المحيي، بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد، يعني هو المخلص الوحيد، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يعني شفت القداس بيقول لنا حاجات احنا لازم نعرف هي بيقول لي كده، او يعني هو ايه الداعي ان هو يقول لنا كده؟ لان اصله الفكر اللي كان موجود في الوقت ده هوت، ها، بيقول ان انا ذنبي ايه ان انا اورث الخطيه. حتى القضيه دي اثيرت في الوقت الحالي من 5-6 سنين كده، يا ترى احنا ورثنا الخطيه ولا ما ورثناهاش؟ ها، طب احنا خدنا نتائجها ولا هي ورثناها فعلا؟ هي الحقيقه ان احنا وارثينها فعلا،
ده حتى تصوروا العذراء مريم، ست العذراء مريم تقول تبتهج روحي بالله مخلصي لأن خلصني بمجيئه. مش معنى ان هي ولدت المسيح تبقى غير مخلصة، لا، ده هي ورثت الخطية الأصلية برضه. بس في حكاية ان هي لما ولدت المسيح، جت تولد المسيح، الملاك قال لها احنا هنطهر المستودع، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لان الله هيدخل بلاهوته يتحد بناسوتها جوه ايه بطنها، فلازم يكون المستودع خالي من الخطية الأصلية مؤقتا، لكن هي محتاجة ايه للخطية. جه الناس بقى نادوا بان العذراء مريم بلا دنس الخطية الأصلية، بلا دنس الخطية الأصلية. رحنا احنا في اسكندرية هنا ايماننا بقى باباواتنا قالوا لا، العذراء مريم ورثت الخطية، لألا بقى ربنا كان عملنا كلنا زي العذراء مريم وخلاص، وما كانش جه وقال لنا انتوا بقيتوا زي العذراء مريم كده ومش محتاجين لمجيئي ولا تجسدي ولا حاجة، مش كده برضه؟ يعني الأمور منطقية جدا. وبالتالي حتى القداس بتاعنا بيخاطبنا بإيمانياتنا، مهم قوي إن احنا من آن إلى آخر نوضح نقطة إيه ورا نقطة كده. كمان ايه رأيكم بقى ان السيد المسيح نفسه اكد ان احنا ورثنا الخطية الاصلية ازاي؟ هو قال اهو، قال ما من شجرة رديئة، ما احنا وقعنا في البداية يعني، ما من شجرة رديئة تثمر ثمرا جيدا، هل يقطفون من العليق عنبا؟ ما اصل الدنيا بايظة يعني، الامور تشوهت والخطية الاصلية مشت في الانساب، في الانسال، احنا في عصب وفي صلب ابوينا، مش كده برضو؟ احنا يعني احنا ممكن كتير من القول الدارج بين الناس يقولك احنا اولاد ادم او اولاد اب واحد ادم، ده كلام صحيح، فورسين منه ما حدث له من إشكالية كبيرة زي العصيان لربنا أو إنكار يعني نعمة ربنا عليه، وحب يمشي بقى في طريق الشيطان ومشي معاه، لأن الشيطان ضحك عليه وقال له إن كلتما من هذه الشجرة تصيرا مثل الله، فهو جري ورا كده ويبقى عندكم معرفة وتدخل ليكوا المعرفة. هما جروا ورا النقطة دي، يعني المسار بتاعهم عملوا له ريتيرن أو يعني حودوا بيه، فبعد عن ربنا، ربنا زعل. وبالتالي وعد بقى قال إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، ومعلمنا بولس الرسول في رسالته لعلي كورنثوس يقول ولما جاء ملء الزمان ولد المسيح من امرأة، اللي هي ايه نسلها اللي نسل المرأة دي اللي هيسحق رأس الحية، ده شيء ايه جميل قوي. طب معلمنا بولس الرسول برضه يقول الموضوع ده هوت، يقول ايه كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت في إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. طب أخطأوا إزاي؟ ما هو أن ما هو السيد المسيح بيقول إيه، لا يمكن أن شجرة جيدة تثمر ثمرا جيدا. ليه؟ ما هي الشجرة تعبانة، ما يعني ما تنفعش، فهتطلع ثمار تعبانة جدا، ده حتى البذور اللي فيها لو جينا نزرعها هتطلع تعبانة لأن الأوريجينال أو الأصل تعبان، الثمار زائد البذور اللي فيها عشان نزرع تاني منها يطلع تعبان. أهو ده اللي حصل لنا، بقى زرع الإنسان يطلع أجيال كلها إيه تعبانة، كلها إيه تعبانة بوراثة الخطية والعصيان. هنا بقى
إذا كان يشوع بن سيراخ يتحدث ويقول أني بسبب المرأة أو من المرأة ابتدت الخطية وبسببها نموت نحن جميعا، حصل بقى إيه؟ إن بسبب العذراء مريم العذراء اللي تنبأ عنها أشياء واللي جه من المخلص، إحنا نلنا الخلاص ونلنا الفداء، لأن هي ولدت لنا الإيه؟ المخلص. يعني لذلك الآباء يقولوا إن العذراء مريم هي حواء الجديدة، حواء القديمة جلبت للبشرية الموت، إنما حواء الجديدة اللي هي العذراء مريم جلبت للبشرية الإيه؟ الحياة، جلبت للبشرية الحياة. طيب يشوع بن سيراخ في القراءة اللي فاتت ديت بيتكلم على إن أي ألم هو محتمل، لكن اتكلم عن ألم يعني صعب ويوجع القلب من أحد الرفقاء، من أحد الزوجين. ولذلك إحنا مهم قوي إن إحنا كزوجين نراجع نفسنا لصالح بعض، ونعرف قد إيه إن ممكن الزوجة يعني تؤلم جوزها، وإن الزوج ممكن يؤلم زوجته، إما بكلمة إما بنظرة يعني قليلة للست بتاعته، يعني إما بأي سبب إن كان. أحيانا بيتعدى الأمر لمد اليد، مد الإيه؟ اليد. وأنا دايما عشان أكتشف الشخص اللي عمال بيشتكي جامد، طيب أسأله سؤال واحد بس، هل أنت مديت يدك على مراتك؟ يقول آه. أقول له يا خسارة أنا زعلان منك قوي، حتى لو هي بتغلط، إنما لا لا المفروض لا يمكن تلمس مراتك بالسوء، لا لا أنت غلطان. وهتقول لي هي بتعمل ايه؟ لا، هو إيه اللي خلاك تمد اليد ديت؟ ما أنت عملت شيء من الحلقة المفرغة، يعني أنت تغلط هي تغلط، أنت تتنرفز هي تتنرفز، أنت تشتم تضطر هي طب بلاش كده، بلاش كده. بس هو إحنا مهم قوي نراجع بقى إيه الوصية اللي كانت معطاة للزوج ومعطاة للزوجة. إحنا لابد نسترجع وصايا الله لينا اللي إحنا سمعناها أمام هيكل رب الصباوت أثناء الإكليل. شوف بقى الوصية بتتقال إيه للزوج. يجب عليك، يعني الكنيسة هنا بالروح القدس بأمر الروح القدس بيقول له يجب عليك أن تكرميه وتهابيه ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصى به أضعافا. لا، الكلام أصله ربنا بيجيب من الأساس ومن الآخر. هتقول ده بيقول كلام ده ما شأن تاني، أو له حوار تاني معاه لو الرأي مش عاجبك أو الأمر مش عاجبك، في مناقشة في حوار في إقناع وكده. يعني يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب، ولا تتجري في وجهه، ولا تضيعي شيئا من حقوقه عليك، وتتقي الله في سائر أمورك معه، لأن الله أوصانا أو أوصاك بالخضوع له. ده حتى معلمنا بولس الرسول بيخاطب الزوجات بيقول لهم كنا يعني خاضعات لأزواجنا، يعني ده شيء مهم جدا، شيء مهم. هو في فرق ما بين الخضوع والطاعة، في فرق ما بين الاختلاف في الرأي، وهذا لا يوجد خلاف، يعني الاختلاف في الحوار والرأي ده يدعنا لا نوجد خلاف بيننا وبين بعض. لكن في يعني حوار
وفي سؤال وجواب وفي رؤية انت بتطرحيها على جوزك وشوفي هو يقول ايه، في حوار متبادل. طب حتى لو انت تنازلتي عن رأيك، ما هو الحب كده يعني ولا ايه؟ الحب يقول لك تضحية، يعني تتنازل عشان اللي بتحبه خلاص. طيب انت بتتنازلي بروح ربنا، هتلاقي ربنا يعمل الصالح، ربنا يتدخل، ربنا يغير الأمر والرأي بتاعك انت وبتاعه هو، ويسبب الأسباب يكون الرأي أفضل. يعني أنا قصدي بندي فرصة حتى لربنا ان هو يتكلم معانا، يقول رأيه معانا. وانت مجيئك للكنيسة وتولعي شمعة أمام القديسين وتصلي، ربنا سامع. ده سليمان الحكيم لما جه طلب من ربنا، لما فتح الهيكل الجديد وعمل ذبايح وعيد كبير ودخل الهيكل يصلي، طلب من ربنا حاجتين: الحكمة، وإن أي حد يصلي في الهيكل ربنا يستجيب له. ربنا قال له حاضر أمين. وبالتالي إحنا برضو لما بنيجي الكنيسة بنصلي، تأكدوا إن ربنا سمعنا، لأن إحنا بنعبد ربنا عن حق وعن إيمان وإقناع أو اقتناع. يعني مش إحنا شيء وربنا شيء، لا، هو ربنا بيسمعنا وعارف. ده بيقول لك فاحص القلوب والكلى، وآيات كتير، وإحنا يعني قلنا آيات كتير لمعلمنا يشوع بن سيراخ بيأكد إن ربنا سامع وبيسمعنا. خدتوا بالكم؟ كان ربنا مع الآباء الأنبياء بيكلموا فما الأذن. ده تعرفين لما مريم أخطأت في حق موسى وكلمت عليه وقالت إزاي إن هو يأخذ امرأة كوشية من إثيوبيا وإزاي كده، واتكلمت عليه، ربنا زعل وقال لموسى أنا عاوزك تجيب مريم وهارون، وإنت تيجي قدام الخيمة الاجتماع وأنا عاوزكم. فكان بيكلموا فما الأذن، ففعلا قال لهم تعالوا. فربنا راح مكلم مريم، قال لها يا مريم أنا بكلم القديسين أو الأنبياء إما بالرؤية أو بالأحلام، وده دليل على إن الحلم بتاع يوسف مظبوط. يعني لما قال له خذ امرأتك واهرب إلى أرض مصر لأن هيرودس مسمع أن يقتله، يعني ربنا كلمه. فبيقول لها أنا لما بكلم الأنبياء بكلمهم بالرؤى والأحلام، أما عبدي موسى ده فبكلمه وجها لوجه وفما لأذن. إزاي إنك أنت تعبي عليه وتتكلمي عليه إن هو تزوج بامرأة كوشية بحسب النظام في الوقت ده؟ فبقول لك فغضب الله. فقال لها مش المفروض لما تنضربي بالبرس تقعدي أسبوع بره المحلة؟ ففعلا ضربت في الحال بمرض البرس لأن تكلمت على رئيس الشعب. خدتوا بالكم؟ فهنا بقى هارون صرخ لموسى قال له مع أخطأنا. فصلى موسى النبي بعد أسبوع شفية تماما ورجع. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول ان ربنا بيسمعنا وبيكلمنا، دي حقيقة. ده كان بيكلم فما لأذن وجها لوجه لموسى النبي، وبالرأى والأحلام للصديقين والأبرار. خدتوا بالكم؟ طب ما هو مع يعقوب ظهر له فعلا. يعقوب قال له مش سايبك إن لم تبارك لي، لا أتركك إن لم تبارك لي. طيب قبلها أول مرة كان ظهر له في رؤيا سلم وهو جالس إيه في وسط السلم، الملائكة طلع ونزل. يعني إحنا لابد إن إحنا نؤمن إن وجودنا في الكنيسة يعني الله مستنينا وبيقول لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لو أنت مش مبسوط مع الزوجة أنا هريحك، أنت ما أنتش قادرة تتفاهم مع الزوج هيريحك، وهكذا. طيب إذا كانت الوصية للزوجة، طيب الزوج بقى الكنيسة تقول له إيه بالروح القدس؟ بتقول له يجب عليك
أن تتسلم زوجتك بنية خالصة، بلاش شكوك بقى وبتاع وتقعد دماغك يعني ايه الكلام ده، ده حاجات جديدة على الأسرة المسيحية. احنا عايشين بثقتنا في بعض وسلامة نيتنا يعني ما يجيش حد يشوشر في ودانك بخلفية يعني الحسد مراتك الجميلة دي والكويسة والهادئة والوديعة والكويسة. يعني يجب عليك أن تتسلم زوجتك بنية خالصة ونفس طاهرة، يعني يكون نيتك من جوه مش حاجة تاني، نيتك من جوه أن دي أمانة، أمانة ربنا عطيها لك تحافظ عليها، دي حاجة. الحاجة التانية أن دي قدس أقداس يعني مقدسة، وحتى معلمنا بولس الرسول يقول الرجل مقدس في المرأة والمرأة مقدسة إيه في الرجل. ما يبقاش فكرنا زي ناس تانية، لا ده في قداسة وفي احترام وتقدير، خدتوا بالكم؟ ونفس طاهرة وقلب سليم وتجتهد فيما يعود لصالحها، لأن هي آنية ضعيفة يعني، ولا هتطلع تقول لك أنت استريح وأنا أشتغل. أي نعم، إحنا ما بنمنعش المرأة تشتغل وتشارك لأن هي معين نظير مساوية للرجل، مفيش مانع، لكن هي المسؤولية عليك برضه يعني، مش كده برضه؟ ولا أنت مثلا هتقول كويس اللي هي بتشتغل، وكان في فترة كده من يعني فترة من الزمن كان العريس دايما يدور على عروسة الموظفة يقول لك لا دي موظفة، دي مدرسة، وهو شايف الوظيفة دي يمكن أهم منها هي. فتوجه في وقت كده يعني، طبعا من الحالة الاقتصادية التعبانة مفيش مانع، بس ده ما يبقاش مبدأ يعني، يعني أتراخى أنا ومعوش أدور على شغل وعشان هي بتشتغل إن شاء الله هي بتكفي يعني، ده ما يصحش. ده هو بيقول الروح القدس بيقول لك ايه، وتجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنونا عليها وتسرع الى ما يسر قلبها، لان طول النهار مشغوليات وتعب ووقفة في الشغل البيت وكده، تسرع الى ما يسر قلبها، ما بتخرجش كتير يعني، انت على طول خارج وبراحتك وبحريتك، انما هي عيني حبسة نفسها عشانك وعشان العيال. يبقى ايه المقابل؟ المقابل انك انت تسرع الى ما يسر قلبها، ده الروح القدس بيقول لك كده. وبالتالي احنا بنتوائم مع بعض يعني، الزوج والزوجة بيتوائموا مع بعض زي الاثنين التوأم دايما ماشيين مع بعض، بيلعبوا مع بعض، بيفكروا مع بعض، قاعدين جنب بعض. فالتوأمة دي جميلة جدا ورائعة في المحبة. كنت برضو من منطلق ان سر الزواج عظيم، لان معلمنا بولس الرسول بيقول كده هذا السر عظيم، ده سر مقدس بيحل الروح القدس بيجعلهم اتنين، بيجعلهم واحد. من منطلق ان سر الزواج عظيم فانه يجب أن يتمسك الزوجين في العهد الجديد بعدة فضائل وسمات، لأن برضو الجواز بتاعنا في العهد الجديد مختلف برضو خالص عن الجواز في العهد القديم. يعني ربنا كان في العهد القديم بيسمح بتعدد الزوجات مثلا يعني، إنما في العهد الجديد المسيح قال لا يعد بعد اثنين بل جسد واحد، لأن الذي جمعه الله ليفرقه الإنسان. هو إيه اللي خلى برضو في تعدد الزوجات في العهد القديم؟ كان ابتدى بابن احد احفاد قايين للاسف، وبعدين الدنيا والناس والخطيه اساسا موروثه جوانا والميلان اليها سهل، فربنا يعني سمح كمان بكده علشان شعب الله كان محتاج ان هو يزيد شويه عشان يعتمد على نفسه لاراده الهيه. لكن في العهد الجديد بقى الزوج والزوجة مفيش الأمور إيه التعدد دي إلا بقانون الكنيسة يعني. فالمفروض يعني بدام هذا السر عظيم، هو المفروض الزوجة تبقى إيه والزوج يبقى إيه؟ أول حاجة
يكونوا ملتصقان. يعني ايه ملتصقان؟ يعني جسد واحد. ده شيء مهم جدا. طيب حكاية الجسد الواحد او ملتصقان ازاي يعني؟ عايزين نفهم. يعني وحدة الروح، وحدة الفكر، وحدة الإرادة. يعني لو إرادة الزوج مع إرادة الزوجة تبقى حاجة جميلة جدا، إرادتهم واحدة يبقى جميل جدا. وحدة الاتجاه، وحدة الاتجاه. يعني كان من ضمن المشاكل اللي أنا قابلتها إن في زوجة ارتبطت بزوج بس غير أرثوذكسي، يعني وهو قال لها نتجوز أرثوذكسي، ماشي وبتاع، ماشي نتجوز أرثوذكسي، بس أتاري بعد الزواج بان على حقيقته، لا عايز يصوم خالص، وبعدين المواعيد بتاعته في الأعياد والمناسبات اختلفت، بقى هي في اتجاه يا عيني وهو في اتجاه تاني، يعني بخلفية فكرية عقائدية ما كانوش واخدين بالهم ولا ايه؟ مش حكاية ان هتجوز ارثوذكسي ماشي اوكي، لكن هو فكره ايه؟ العقيدة. طبعا تناول، لا يؤمن بالتناول، تقول له طب رايح اعترف دلوقتي على ابونا، يقول لها اعترف ايه؟ اقعدي هنا مفيش حاجة، انت صدقت الكلام ده، ايه الاعتراف وايه التناول؟ لانه لا يؤمن بالاسرار. بالنسبة لسر التناول، لا يؤمن بالتحول السرائري، لأن هذا، أن هذا الخبز يصير جسد وهذا العصير الكرم يصير دم، ما عندوش، ما لا يؤمن بدي. طب صوم، صوم الميلاد، صوم الكبير، لا لا ما فيش. لا. طب تيجي تعمل أكل الصوم، يقول لها إيه ده، أنا مش صايم أساسا، صوم إيه، اعملي لي أكل فطار. طب والعيال مين يمشي ورا مين؟ يعني موضوع كبير. علشان كده بس احنا عيالنا لما يجي يرتبطوا مش الهدف الارتباط، الهدف يكون في يكون في جسد واحد. طب هي بالمنظر ده هيبقى في جسد واحد ازاي يعني؟ ما هو المشكله اهي. طيب احنا لابد الاثنين يكونوا ملتصقين، خدتوا بالكم؟ زي ما جه في سفر التكوين 2 والسيد المسيح قال ايه، عاد نفس الحكايه، لا يترك الرجل اباه وامه، ها، يترك الرجل أباه وأمه والتصق ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنان جسدا واحدا. حكاية بصراحة كتير من المشاكل الزوجية سببها الأهل. يعني يا ريت احنا لو بنحبهم يعني أو بنحب ابننا ننسحب احنا ونسيبه هو، نقول له يا ابني انت عارف الصالح فين، اعمله، يقول أصله لا لازم تحتمل. هو انت الحكايه لعبه ولا ايه؟ احتمل وراضيها، والناحيه الثانيه برضه يقولوا نفس الكلام يعيشوا. فدي حكايه يترك الرجل اباه وامه، خلاص يعني لازم نترك لهم الفرصه ان هم يعيشوا يعني، ونشجعهم على كده، خدتوا بالكم؟ سواء من اسره الزوج او اسره الزوجه الصغيره دي لازم. طب احنا ازاي يا سيدنا؟ ده هم احنا موافقين بس هم مش وافقين. انا اقول لهم انتوا غلطانين التانيين، امال الكنيسه بتعلم ايه؟ احنا عمالين ليل نهار عمالين بنعلم تعليم المسيح وتعليم ربنا، تيجوا انتوا رافضين الامر ده؟ يعني ان كنتوا تشجعوا الزوج والزوجه مثلا تعيش؟ لا، ما غلطان، مش هقول حل غير كده، حاجه غير كده. طيب تاني نقطه، المفروض يبقوا حكماء. معلمنا سليمان حكيمي بيتكلم عن الامرأة الحكيمة، يقول يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. يعني الست لازم تبقى حكيمة كده وتدبر دماغها، طايل كل أمور البيت ونفسيات الأولاد، طايل كل حاجة في البيت، فبتدبر بحكمة أولادها إيه يمدحوها. كمان لابد ان الزوجين يتعلموا ان هما لازم يسلموا كل امورهم لتدبير الله لربنا. حصل اشياء شل، حتى لو حصل كوارث ربنا اراد فشاء، خلاص لازم نسلم لربنا لإرادة الله، لازم تسليم. فربنا حنون برضو ورحيم،
مش هيسيبنا. ما دمنا ان احنا بنقول لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، ده شيء ايه مهم جدا. يعني انا عاوز اقول ان منوح وزوجته سلموا الامر لله في حال ان هم ما عندهمش اطفال. الملاك جه لمراته وقال لها هيكون معاكي خلفه في الايه في السنه اللي جايه، بس خمرا ومسكرا لا يشرب، واوصاها يعني بالتربيه الصالحه للايه للولد. قالت لجوزها، فجوزها قال لها طيب اطلبي من ربنا ان يجي لي انا كمان، على عاوزه اتاكد من. ففعلا ملاك الله جاله، ولما كلمه بنفس كلام امراه هيجيب طفل وتحافظ عليه وخمرا مسكرا لا يشرب، يعني يبقى انسان كويس تربوه كويس، اللي هو طالع مين؟ شمشون. خدتوا بالكم ازاي؟ فهو شكر ربنا وقدم ذبيحه شكر. طيب انتوا عندكم برضو رعوس وبوعز، يعني كانوا مسلمين امرهم لربنا، يعني في الارتباط بتاعهم الراجل بوعز قال لرعوس في اجراء كده لازم نعمله علشان نشوف الشخص اللي هو يكون اقرب لكم مني للعيله، هو حقه فيكي اكتر، فلازم نجتمع مع شيوخ المدينه على باب المدينه ونناقش الامر. فجابوا الراجل اللي هو القريب قوي ده، فقال لا انا بعتذر، مش هتجوز رعوس. فراح الولي الثاني اللي هو بوعز خلاص اتجوز. في تسليم للتدابير الالهيه بتيجي الامور كويسه. علشان كده كمان احنا برضو قبل ما بنقول لاولادنا دور على العروسه او انت حضرتك اختاري، بنقول لهم صلوا. ليه؟ لان الذي جمعه مين؟ الله. يبقى نكلم الله، نكلم الله نقول له يا رب ايه رايك، وهو يدبر الامر. طيب عندكم يوسف ونجار والعذراء مريم، مع ان هما مش زوجين، بس يعني كان خطيبه يوسف بس مع بعض، عايشين مع بعض، والراجل كان كبير سن. هل العذراء مريم اختلفت معاه لما قال لها لازم ننزل مصر؟ هل جوه مصر اختلفوا مع بعض؟ لا. طب لما الصبية يسوع لما تأخر في أورشليم ومش عارفين هو راح فين، هل اختلفوا مع بعض؟ لا، في تفاهم، في براحة. خدتوا بالكم ازاي؟ طيب كان في إعالة لمريم كويس من يوسف؟ طبعا كانت، بس كانوا الحال ضيق عليهم لدرجة ان ما قدروش ان هم يأجروا بيت علشان العذراء تولد في البيت ده في بيت لحم، لكن الناس قالوا لها عندنا هنا مكان بسيط ادخلي وخلاص، كان مكان حظيرة المواشي. فقالوا ماشي وخلاص، فولدت في مزود البقر. طبعا ده كل ده برضو بتدبير من ربنا عشان يعلمنا التواضع والبساطة، وهو جه فقير. ما هو بيقول كنت جوعان عطشان عريان مريض محبوس أتيتم إلي. فبي انا ايضا قد فعلته، يعني هو طبيعه ربنا لما جالنا ما جالناش يعني في صوره متعاليه عن البشر، ده هو اخذ صوره عبد صار مثل الناس يعني. فكل دي تدابير لتؤدي بينا الى معرفه الله، وازاي هو جالنا وجالنا ازاي، فيصير الحب بيننا والتقارب بيننا وبينه اكتر واكتر. ف حكاية التسليم لتدابير الإلهية، يقول لك وأما مريم فكانت تحفظ كل هذه الأمور في إيه؟ في قلبها، متفكرة بها في قلبها. طيب هنا كمان في من سمات الزوجين اللي هما المتوافقين والتوأمين إن يبقى في مسؤولية التعليم والتربية للأولاد. تعالوا شوفوا هنا أبونا إبراهيم رب إسحاق كويس، مشي في طريقه. أبونا إسحاق ربى الولدين، بس الولد عيسو كان عنيف شوي، اتعلم الصيد في البرية فبقى الطبع عنيف، إنما يعقوب كان رجلا كاملا، يعني مشي في طريق الله كويس. طيب يعقوب نفسه ربى الأولاد وجه عند يوسف كان مربيه كويس جدا، طلع ملك لمصر بعد كده. ونلاقي كمان ان معلمنا بولس الرسول
بيمدح فيليمون في تربيته لابنه أرخبس، فبعت له رسالة بيقول له إيه؟ إلى فيليمون وإلى أبي فيا المحبوبة، مراته يعني، وإلى أرخبس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. يعني ابنه أرخبس ده يعني كان جندي صالح في الخدمة مع معلمنا بولس، عشان يبقى جندي صالح في الخدمة وخادم يبقى حاجة حلوة خالص. ده بل إن معلمنا بولس الرسول امتدح لوئيس وليه جدة تيموساوس وإفنيكي أمه، مدحهم في التربية الصالحة لتيموساوس، فبيقول له: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيك، ولكني موقن، يعني متأكد، أنه فيك أيضا. فمن سمات الزوجين في الحياة المسيحية عندنا في الأسر المسيحية أنهم بياخدوا بالهم من الأطفال، بيربوهم كويس. يعني في أزواج ينسوا البيت خالص، ولكنه عنده بيت مثلا، ويرجع مثلا 10 بالليل 12 بالليل، ما شاء الله معاك، بس انت مش واخد بالك ان في زوجة تقعد معاها، في الاطفال تقعد معاهم، تخرج بيهم، تروح معاهم الكنيسة، ما انتش واخد ببالك في الموضوع ده. هو شغال، مكنة شغالة، وناسي البيت، ومهم قوي. طب الولاد هياخدوا من روحك ازاي اذا كنت انت يعني زوج صالح وبتاع ربنا واب خير وكل حاجه، بس هيشربوا الروح دي من لانهم انت بترجع هم نايمين كل ليله، يعني ده غلط. يعني لازم ان احنا نصلح من نفسنا ونعي او نعرف ان الاولاد محتاجين لنا في الكلام والتربيه والسؤال: عملت ايه؟ رحت الكنيسه؟ محضر مدرسه الاحد؟ يعني لازم نسال عليهم: طب يلا بينا نخرج، انت محتاج ايه؟ طب تعالى معايا نشتري. نعم، يعني التربيه وتسليم الروح الطيبه ديت من حضرتك للاولاد. خدت بقى لحضرتك. او مثلا الزوج والزوجه يعني بعيد شويه عن الكنيسه، وده خطر جدا، فمختصرين ولا ايه؟ فالعيال طبعا عرفت الايه، الشارع، ونرجع نندم ونعيط ونبكي يعني على ما اكتسبوه من الشارع. لابد نعلم ونربي الاولاد يكونوا تحت ايدينا وعينينا وعقلنا. يعني ايديك ودي تاخدهم لبيت ربنا، عقلنا نتكلم معاهم: انت قلت كلمه غلط، لا قول انا اسف، لان بابا يسوع يزعل منك. قول انا اسف، ما تقولش كده تاني. التربيه، لان التربيه هي الملاحظه الدائمه، دائما وفي كل وقت، يعني ودانك مع الولاد جوه، اللي شتم، اللي لفظ، اللي تعارك، على طول تدخلي بالعلاج على طول. التربيه، ما لازم نربي، ولا هم كده كويسين؟ يعني تمام. بنغفل عن تربيتهم في كلامهم، في اسلوبهم، في طريقتهم؟ لا، احنا لازم نربي كل وقت، ونلاحظ كل وقت وفي كل وقت. ربنا يبارك حياتكم دائما بخير. لربنا كل مجد دائما ابديا، امين. تعيش يا سيدنا، تعلمنا دروس كثيره حلوه قوي للاسره المسيحيه. المشاكل كترت دلوقتي، يعني كثيره سيدنا.